ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم راح احول نفسي لأميرة مولان، هي ثاني اقرب شخصية من ناحية الشعر اللي اقدر اشبهها بنفسي. وعجبني تجربة اخر فيديو سويته لما تحولت الفانيلوبي، راح احط لكم الفيديو هنا حتى تشوفوه. كنت كلش تونست من سويت المكياج مالها، هسه راح اسوي نفسي مولان. اوكي اول شيء هنشوف هسه مولان شنو موجود بوجهه حتى نحطه بوجهنا. شفتوا الفيديو مال هذا الرسم سويته هنا؟ اذا بعدكم ما شايفيه روح شوفوه، كلش حلو، استمتع على الحياه من غرفتي. اوكي هنشوف عندها صور مختلفه واحدة عن اللوخ. اول شيء عندها ايلاينر، عندها بلاش، عندها حمره، هذا كافي. هسه راح نصير مثلا فاونديشن ابيض مني لان هي بيضة ومراية. حجيب بيوتي بلندر واسوي بلند على الفاونديشن. هسه اعدل لونه بالباودر لانه هاي ابيض. احس نفسي من ذول the worst reviewed makeup artist. هسه ترى حطيت مرطب قبل لا احط الفاونديشن، ما حطيت راسا. كونسيلر كونتور ححط، اوكي هسه راح اسوي سيت اب بالباودر. حواجبي نسيت اسوي، نسوي حواجبي. حواجب مولان بيها تنبلة من هنا ما ادري ليش، بس هي تك وتك بس مو مشكلة. راح اثبت الحواجب بهاي الماسكارا من اسنس. بس مولان عيونها جوزي، بس ما اقدر اشيل عدسات لان هاي العدسات انا باوع بيها، فما راح اشيل عدسات. راح احط ايلاينر. الايلاينر مالتها ممتد لحد هنا هذا العين، بس انا ما راح اقدر اسوي مثلها لان عيوني راح تصغر وهي عيونها كبار. ولو مولان ما عندها رموش بس انا راح احط ماسكارا. هسه جاء وقت الليبستيك. لون شفافها نفس لون فانيلوبي تقريبا. أنا ليش دا أخرب الحمرة؟ أوكي مو مشكلة. لقيت هذا قميص ما أدري هو بي أصفر وأخضر مثل مالتها، ما عندي غير خيار. أوكي لبست هذا، هسه راح
بس راح اسوي شعري، شعرها نص لي جو نص فوق، فالنص هذا فوق هيك اسوي، وعدها قلت له طالعه طويله. اوكي عندها تاج فوق مالتها هذا. ما عندي اني تاج، حستخدم سسوارات بلكي تضبط. هذا كافي اعتقد كأنه تاج. عندها هي اشياء ذهبيات اثنين بشعرها هنا، انا ما ادري شو احط. هي فرشة من المكياج ملونة، قبل شوي حطيتها عدل، ليش شلت انا؟ بس هيك اكون انا خلصت اللوك مالتها. اكتبوا لي بالتعليقات اذا طلعت اشبهها ولا لو اني ما مقتنعه مثل ما اقتنعت بفانالوبي بالفيديو اللي قبل، شبهت بفانالوبي نجاح اكثر احس من هذا. بس مع ذلك احس بتغيير، يعني هذا مو شكلي اعتيادي، فاهمين شلون؟ اتمنى يكون عجبكم الفيديو، استمتعتوا تشوفوه. اذا عجبكم لا تنسون تحطون لايك، والمهم مشترك بالقناة لحد الان يشترك حتى يشوف كل شيء جديد على القناة، وفعلوا زر التنبيهات حتى يوصلكم اشعار كل فيديو ينزل على القناة. واني هالمدة صار انزل يومي، فتقدرون كل يومين تدخلون على قناتي وتشوفون فيديو جديد. وتابعوا حساباتي على السوشيال ميديا، انستغرام تويتر سناب شات، كلها بنفس الاسم ستروين هاي. اقترحوا الفيديوهات تريدون تشوفوها بقناتي مستقبلا، تحديات، فيديوهات ميك اب، كوسبلاي، رسم، اي شيء. لان لما انزل يومي دا تخلص الافكار بسرعه، فاريد افكار جديده حتى اسوي فيديوهات. وبس، باي باي.